راح نبدأ كالعادة بسرعة نسوي ريكاب سريع ونراجع اللي احنا تكلمنا عنه في المحاضرتين السابقة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي، طيب اول شيء احنا تكلمنا عن البكتيروفيج، ايش هو البكتيروفيج، وتكلمنا عن تكوينه الخارجي، الستركشر تبعه اللي بيتكون من الرأس وبيتكون من الذيل، ونوعية المادة الوراثية اللي جواته انه ممكن تكون دي ان اي او ار ان اي، وعلى اساسه يتم تصنيفه. تكلمنا عن دورة الحياة كمان، لما الدورة الاندماجية بيندمج مع الكروموزوم تبع الخلية البكتيرية، ولما يكون محلل لما بيصيب الخلية البكتيرية وعلى طول بيستخدم العمليات الحيوية والبيولوجية الموجودة في البكتيريا ويستفيد منها، بعدين بيسوي ريليز للنيو ميد فيجس. هذا شكله تحت الميكروسكوب زي ما تكلمنا، بعدين قلنا وهذا كمان شكله لما بيصيب الخلية البكتيرية، هذه خلية بكتيرية لما يبدأ بإصابتها، بعدين لما تنفجر وتخرج بقية الفيجات من الخلية البكتيرية. احنا بعدين قلنا إذا كان هذا تحت الميكروسكوب احنا كده نقدر نشوفها بالعين المجردة في اللاب، لما نشوف المنطقة المحللة أو يسمونها الكليرينج زون، هذه لما هذا الطبق مثلا يكون كله مزروع بكتيريا، نمو بكتيري، وهذه النقط أو الكليرينج زون، المناطق المحللة، هي الفيجز اللي حللت البكتيريا. وكيف هذه الطريقة نكشف عن نشاط الفيج في المختبر. قلنا إنه عندنا حساب على تويتر اللي خاص بالبكتيروفيج، لسه يبغى نكمل شغل عليه. بعدين الأسبوع اللي فات تكلمنا عن البكتيروفيج، أنواعهم وأسلوب حياتهم. تكلمنا عنه في أنواع كثيرة بتختلف على حسب المادة الوراثية، على حسب شكل الرأس، على حسب الغمد، على حسب في بعضها لها أرجل في بعضها لا، وسبب اختلاف البكتيروفيج في الطبيعة لأنه بسبب انتشارها الهائل في الطبيعة، لأنه عدد البكتيروفيج يفوق بكثير عدد البكتيريا الموجودة في الطبيعة. بعدين شفنا شكلها الستركشر تبعها، وشفناها تحت المجهر، وشفناها كمان بوصف أدق. تكلم دكتور محمد عن أهم أنواع البكتيروفاج الموجودة. دكتور محمد، تبغى تقول شيء عن هذه الشريحة بصورة سريعة؟ بصورة سريعة بس ممكن نتكلم عن أهمها اللي هي tailed bacteriophages. هي ليش أهمها؟ لأنه أكثر بكتيريوفاج بتكون أو عزلوها في حاليا يعني في الداتابيز، فمنها tailed اللي فيها tail يعني اللي فيها ديل، وبنلاقي على حسب طول وعرض الديل الموجود. يعني عندنا المايو فيردي، المايو فيردي بيكون في زي الزومبرك أو زي السوستة على التيل، هذه بتساعد على ضغط او ضخ الدي ان ايه داخل البكتيريا. في النوع الثاني اللي الديل تبعه يكون قصير جدا، وهي البودو فيردي يكون قصير جدا. فبرضه لها طريقه معينه في الارتباط، اكيد مو يعني ما بترتبط، بس في لها طريقه معينه للارتباط. النوع الثالث اللي هو السيفو فيردي اللي هو نلاقيه تحت ايوه السيفو فيردي، فبيكون له تيل اطول، والتيل احيانا تحت الميكروسكوب بنشوفه زي الحبل، بنشوفه منحني، فما هو مستقيم كده ماشي، بيكون منحني كانه زي الحبل او زي الصوت، ايش هو مرخي. الصوت بشكل اكبر. بالضبط ايه، فبيكون غالبا يستخدم اكثر للعلاج. الى الان الناس بتدور يعني ليش هو هذا اللي يستخدم اكثر في الحالات العلاجيه. فهذه هي اهم الثلاثه الانواع، خلينا نقول بشكل مختصر جدا، لاشكال تصنيف البكتيريوفاج حسب أشكالهم. تفضلي. بعدين تكلمنا عن النظم البيئية اللي ممكن نلاقي فيها البكتيروفيج، فكانت منها في المحيطات، وهي الأشهر والأعمق والأكثر الفيجس المعزولة من هناك، يعني حتى ما وصلوا لربع الموجود في المحيطات. وتكلمنا أنه يختلف على حسب المكان العزل، إما يكون من السطح أو من العمق، إذا كان بعيد عن الشاطئ أو قريب منه. بعدين تكلمنا إذا كانت التربة صحراوية أو تربة زراعية أو أمطار غابات ممطرة، بنلاقي إنه عدد الفيج أو الفيج المعزول من هذه المناطق بيكثر كل ما كان، يمكن أقولها أفضل لما يكون عندنا تكون رطبة أكثر، بتكون أقل لما تكون صحراوية. بعدين تكلمنا عن البكتيريا الموجودة في جسم الإنسان اللي هي الجت مايكرو في الجت مايكروبيتا البكتيريوفيج،
وتكلمنا أنها تختلف بشكل كبير لما يكون طفل أو بالغ، لما يكون الشخص بيتلقى نوعيات محددة من الأدوية أو لا، مضادات حيوية أو لا، طبيعة الأكل والموالح والأحماض، وهذه الأشياء كلها بتأثر على نوعية البكتيريا والفيجس الموجودة. عشان كده دائما بنشوف المجتمعات الميكروبية عموما بتختلف من شخص إلى آخر، وهذا بنشوفها إحنا العلماء. البكتيروفيج حاجة رهيبة لطيفة يعني، ف trigger our curiosity يعني. طيب بعدين تكلمنا انه لما يعزلوا البكتيروفيجز كيف يتم دراستها، احيانا بالميتاجينومكس، شيء بالكمبيوتر، شيء على مستوى البوبوليشن، سواء شيء على مستوى الخليه نفسها، وفي اشياء بيسووها في اللاب اللي هي على طول بيزرعوها في اللاب وبيشوفوا او بيحاولوا كشف عن نشاط البكتيروفيج في المختبر زي ما وريناكم هو بالصوره اللي قبل. هذا الريفيو تكلمنا فيه اللي مهتم بالفيج دايفرسيتي والجينومكس والفيلوجيني، هذا الريفيو من نيتشر مره رهيبه، وانصحكم انكم تقراوها، وفيها كل الصور اللي احنا عرضناها لكم في قبل في السلايدات السابقه. بعدين تكلمنا عن دوره الحياه لما تكون لما فيروس البكتيريوفاج يندمج مع البكتيريا او لما يكون محلل. اليوم ان شاء الله حيتكلم لو عرفنا، طيب احنا عرفنا ايش هو البكتيروفيج، عرفنا في تصنيف، عرفنا في اماكن مختلفه، عرفنا انه له دورات حياه مختلفه، عرفنا اشياء وصفات مختلفه، صفات يعني مختلفه بين الفيجس نفسها، والخصوصيه مختلفه، اما يصيب بكتيريا او لا يصيبها، اما ينشر مضادات حيويه او ينشر عوامل ضراوه، اما يكون مسالم او يكون محلل. طيب احنا كبشر، أنا وإنتو، كيف إحنا نقدر نستفيد منها، وكيف قدر يستفيد منها العالم منذ وقت اكتشافها، اللي هو تم اكتشافها من قبل اكتشاف المضادات الحيوية، وكيف العالم استفاد منها، وش اللي صار لما طلعت المضادات الحيوية واختفى يعني وقل نشاط الدراسات المختصة بالفيج. حنشوف هذه الأشياء دحين في هذه المحاضرة. حبدأ في البداية، بعدين الدكتور محمد حياخذ الموضوع معكم، خصوصا أنه هو عنده خبرة أكثر مني في هذا الموضوع. فنبدأ في البداية، أول شيء اللي خلى الناس كلنا والله، بس في معلش ممكن يس ممكن يا دكتورة في سؤال جاء بس نجاوب عليه تفضل. قبل ما نمشي نكمل، يلا شايك ولا تفضل. تقول؟ لا لا تفضل تفضل. السؤال يقول هل اختلاف السؤال من الأخت غادة، هل اختلاف أشكالها يجعل من لها استخدامات مختلفة؟ خلينا نقول اللي يجعل منها استخدامات مختلفة أكثر بشكل أكبر هو دورة حياة البكتيريوفاج، إما يكون لايزوجينيك أو ليتيك، فهذا له استخدامات وهذا له استخدامات أخرى ثانية تماماً. أشكالها ما في أحد قال ممكن بس تستخدم البكتيريوفاج مثلاً البودو أو اللي بدون ديل أو اللي بديل أطول تستخدمه لحاجات معينة والثاني ما ينفع تستخدمه فيها، ما في أحد قالها بشكل صحيح إلى الآن أو كتبها في أحد المجلات. لكن مثلاً على سبيل المثال في فاجز ما مذكورة كانت في الصور من البكتيريوفاج، حاجة اسمها فيلمنتوس فاجز، هذه بيستخدمها أكثر عملية اسمها الفاج ديسبلاي أكثر من أن نستخدم البودو والمي والسيفو. أنا هنا هي موجودة فوق اللي هي M13، هذه هنا بالضبط بالضبط، هذه بيستخدموها اكثر لتطبيقات البكتيريوفاج اخرى غير المعروفه تماما. هي معروفه وفيها بيبرز نزلت عليها، الفيج ديسبلاي كيف تسوي مضادات او اجسام مضاده باستخدام البكتيريوفاج، كيف تستخدم البكتيريوفاج كوسيط او كحامل او كتاكسي يوصل الادويه بين الخلايا لخلية آخر مصابة أو لخلية سرطانية أو شيء زي كده، هذا حنتكلم عليه في آخر الحلقة. بس هذه الأشكال اللي ممكن اختلاف أشكالها يجعل منها استخدامات مختلفة نقول بشكل عام يعني، لكن بالتفصيل بكل الأشكال وهذه باستخدام إيش وهذه باستخدام لسه ما في أحد يعني قالها صحيح. أتوقع أنه لسه تحت الدراسة، لأنه في كمان فيجز تعتبر كبيرة الحجم مقارنة بالفيج اللي إحنا عارفينها. فلسه في اكتشافات، وفي ان شاء الله في يكون بحث اكثر عن طرق استخدامه، وهذا الشيء الجميل في الساينس عموما، في فيج ساينس انه في اشياء متجدده دائما. طيب ليش فكبداية وحاجة لازم نذكركم هي دائما ليش قالوا يلا الآن نبدأ نشتغل على موضوع البكتيروفيجوس، لأنه كثرة استهلاك المضادات الحيوية وكثرة استخدامها، وأتوقع أنتوا عارفين أنه أحيانا تقدر تروح للصيدلية وبس تأخذ المضاد الحيوي بدون وصفة، هذا زمان، بس دحين صار فيها إجراءات أكثر وأكثر صرامة
إنه الشخص ما يقدر يأخذ المضادات الحيوية بدون وصفة، بس كانوا يستخدموها في الزراعة، كانوا يستخدموها في الحيوانات اللي بيكبروا أحجام الحيوانات، كانوا عشان ينموا المحاصيل بسرعة. فبسبب استخدام المضادات الحيوية بكثرة، البكتيريا صارت مقاومة لهذه المضادات الحيوية. فالآن إحنا بدأنا يعني ينفد عندنا تنفد عندنا المضادات الحيوية اللي لها فاعلية. فالناس بدأوا قالوا يلا نرجع استخدام البكتيروفيج والكفيج ثيرابي. فكان هذه هي واحدة من الأسباب الرئيسية جدا اللي الآن العالم ككل مهتم بموضوع الفيجس كعلاج، كعلاج وكمان كالبيولوجيا حقته وعلاقته مع البكتيريا. هذه حاجة كمان مهمة عشان يعرفوا يتفادوا الأشياء الصحيحة والأشياء الخاطئة في استخدام الفيج وتطبيقاته لاحقا. فكان في واحدة من ال كان في في هذه واحدة الدول اللي استعانت بالعلاج بالبكتيروفيج أيام زمان من 1917 إلى 1956، تم استخدامها في نشوف هنا في الولايات المتحدة كمضادات للميكروبات العنقودية، استخدموها في السنغال للزحار والطاعون، البرازيل للزحار، في الهند استخدموها للكوليرا والطاعون، في اليابان، في الصين، وفي مصر كمان تم استخدامها، بريطانيا وإيطاليا، اليونان لحمى التيفويد، ألمانيا استخدمها الجيش الألماني. طبعا أكثر الاستخدامات إذا شفتوها في أوقات الحروب، لأنه فترة الحرب العالمية الأولى والثانية. وطبعا أكيد لا يخفى عن المراكز الخاصة بالفيج اللي بدأها ديهرل، إحنا نقول هو الأب الروحاني تبع الفيج بشكل عام، والفيج ثيرابي، فاللي هم عملوه إنه دخلوا الفيج حتى في إمدادات المياه عشان يستفيدوا من تطبيقات الفيج على مستوى الأفراد وعلى مستوى السكان نفسه. كانوا يعطوا الأفراد بشكل شخصي بمناسب حالتهم، بس كانوا أيضا بيعطوها للأفراد. دكتور محمد، حاب تضيف أي شيء على هذه السلايد في استخدام البكتيروفيج حول العالم كعلاج؟ أتوقع أنه أنت عندك إضافة خصوصا بالصيدليات اللي تقدر تاخذها من الصيدلية يعني. بالضبط بالضبط، أنا عندي إضافة على هذه النقطة وعلى النقطة اللي قبل. ما أعرف أنا إذا إلى قريب اللي هي الاستخدام المضادات الحيوية، ما يحتاج أيوه استخدام المضادات الحيوية في الصيدليات، أو الله أعلم إلى الآن في البيطرية، في الصيدليات البيطرية ما أظن في ريستريكشنز العالي على استخدام المضادات الحيوية. وهو المصيبة الأكبر بصراحة اللي بتحصل للمقاومة المضادات الحيوية بتحصل في المواشي وفي تربية الحيوانات أكرمكم الله، أكثر من مش مصيبتها الأكبر فين؟ في الأماكن العلاجية، في المستشفيات والصيدليات. ليه؟ تنشأ أغلبها من هناك، يكون منشأها أصلاً من أماكن تربية الحيوانات وينتقل من هناك للإنسان، فتنتقل الجينات هذه بطريقة أو أخرى، ينتقل نفس البكتيريا تمرض الإنسان أو الجينات نفسها عن طريق أي حاجة أخرى بتلقى الجينات هذه بتنتقل الى البكتيريا اللي ما تحمل اصلا الجينات تبع المضاد الحيوي او مقاومه المضاد الحيوي الى بكتيريا اخرى بتصيب الانسان. فهناك بتصيب بحاجات كبيره جدا، فريستريكشنز المفروض يتحول لهناك كمان زي ما بتحول في الصيدليات خلينا نقول للانسان، برضه تحول للصيدليات البيطريه برضه. فهذه نقطة مهمة جدا، وفي كلام عنها كبير يعني في الساينس بشكل عام. صحيح. ايوه، نروح للنقطة الثانية اللي هي هنا. طبعا المراكز هذه اغلبها اظن توقفت اول ما او بدأت توقف شوية اول ما طلع المضاد الحيوي. بالضبط. في مراكز معينة هي اللي استمرت، في مركز، في اشهر مركز اتكلم انا يمكن في كل حلقة مهم جدا نعرفه اللي هو جورجيا في اليافا. تروح هناك يسوي لك كورس بكتيريفاج بناء على البكتيريفاج اللي عندك، بناء على اول شيء قبل ما تروح متواصل معهم وبالاسعار، في الموقع حقهم بالاسعار بكل حاجه موجوده يعني. فتتواصل معهم تقول لهم انا عندي البكتيريا الالتهاب الفلاني، فيتواصلوا معك يقولوا لك طيب اما انك ترسل لنا البكتيريا بترمونك بنفسك، طبعا لازم يكون بينهم مركز خلينا نقول او معمل، ترسل لنا البكتيريا او من هنا نعرف ايش نوع البكتيريا، او لازم نحن نرسل البكتيريا اللي هناك كمان عشان يشيكوا اذا في عندهم بكتيريا فيج ضد البكتيريا هذه، فنشوف اذا موجوده فيقول لك يلا نبدا العلاج، يسوي لك ايش خطه العلاج الموجود. فهذه احد المراكز، المركز اللي هو اليافا موجود في جورجيا ما زال، في مركز كبير اسمه الله نسيت اسمه بس هو في بولندا.
برضو كويس شغالين بشكل قوي. فلو نلاحظ أن الشرق وروسيا برضو شغالين في هذا الشيء. بالمناسبة روسيا تتباع البكتيريفاج في الصيدليات، تروح الصيدلية بدون وصفة بدون أي حاجة تقول له بكتيريفاج يصيب البكتيريا اللي اسمها مثلا ستافيلوكوكس أريوس، أوكي يقولك طيب يلا خذ هذا الكوكتيل، شرح كوكتيل بكتيريا، مجموعة بكتيريفاجات كلها تصيب البكتيريا هاي ممكن ده بدون أي حاجة يعني. ف صحيح، وحتى فيها زي في بانكس، فيج بانكس حتى موجود في كندا وبعض الدول، إنه نقدر نطلب منها الفيجز اللي نعطيهم اسم البكتيريا نحن نحتاج لها فيج ويرسلوا لنا الفيجز. بالضبط بالضبط. ففي تعاون إن شاء الله، أتوقع حيصير في تعاون أكبر على مستوى العالم من ناحية البكتيريا فيج. صحيح، خصوصا في الحالات اللي مرة إصابتها خطيرة تستدعي تدخل البكتيريا فيج، لأنه جميع المضادات الحيوية ما تشتغل معه. حالات أنا شخصيا أعرف يعني حالتين قريبة جدا توفت بسبب هذا الشيء يعني بصراحة. ف يعني يمكن الأغلب يعرف ناس يعانوا بسبب بكتيريا مقاومة للمضادات الحيوية. صحيح. طيب زي ما قلت لكم هذه الخريطة كانت بس من عام 1917 إلى 1956، وهذه في هذه الفترة ازدهر عصر المضادات الحيوية واستخدام المضادات الحيوية. وهنا في تايم لاين مرة رهيب، خط زمني من 1915 إلى لسه قريب قبل سنتين، اللي يتكلم فيها أنه متى تم اكتشاف البكتيروفاج وأول استخدام البكتيروفاج كعلاج. وزي ما ذكر دكتور محمد، تأسيس معهد جورج إليافا للبكتيروفاج وعلم الأحياء الدقيقة والفيروسات. بعدين بدأت الشركات الصيدلية في أمريكا تسوق لمنتجات الفاج. بعدين بدأوا بعد كثرة استخدام الفيج، الآن بدأت تظهر المشاكل ويدرسوا المشاكل المتعلقة بالمنتجات التجارية للبكتيروفيج. بعدين في جائحة، خلال جائحة كوليرا نجح العلاج بالبكتيروفيج، وهذه واحدة من الأشياء اللي إحنا ذكرناها في ورقة علمية الحمد لله قبلت للنشر، ريفيو بيبر، اتكلمنا فيها عن استخدام البكتيروفيج خلال جائحة كورونا، وتكلمنا فيه عن نجاح العلاج خلال جائحة الكوليرا. إن شاء الله لما تصير متوفرة أونلاين حنشرها على حسابي على تويتر. بعدين نكمل، اكتشفت المضادات الحيوية وغطت على العلاج بالبكتيروفاج في عام 1940 تقريبا. لازم أنت تحفظوا هذه السنة لأنه هي سنة التغيير اللي حصل فيها أشياء كثير. بدأوا يجربوا تأثير الفيج على العدوى معمليا، وبعدين بدأت كثير من الدراسات زي إثبات فعالية العلاج بالفيج أكثر من المضادات الحيوية. بعدين شركات التكنولوجيا الحيوية بدأت تستكشف العلاج بالبكتيروفاج. بعدين بدأوا يعملوا نماذج دراسية لدراسة دوائية العلاج بالفيج، إنه كيف يتفاعل في جسم الإنسان وكيف تكون البكتيريا موجودة أو غير موجودة. بعدين دراسة نموذجية لدراسة دورة الفيج والمناعة الذاتية. توقع غادة معانا في البداية كانت تقول أنها بتسوي حاجة قريبة من كده للقضاء على البكتيريا. بعدين عملوا تجارب سريرية للعلاج بالفيج في حالة مرضى الحروق مع جروح مصابة بنوعين من البكتيريا. وطبعا هذه في كثير من هذه الدراسات بعضها نجح وبعضها ما نجح، مو لأن العلاج بالفيج ما كان كويس، لا، لأنه في أشياء أحيائية وبيولوجية كثيرة كان لازم تكون في الاعتبار وما درسوها بما فيها الكفاية، وهذا الشيء ممكن نتكلم عنه مستقبلا كمان. عملوا دراسة تفصيلية لعلاج نوع من البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بكتيروفاج، وهذه الورقة العلمية الناجحة اللي أتوقع الأكثر انتشاراً السنتين اللي فاتت لنجاح العلاج بالبكتيروفاج في حالة مريضة بالتليف الكيسي بواسطة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية. عملوا لها نقل للرئتين واستخدموا العلاج بالبكتيروفاج للقضاء على البكتيريا اللي كانت مسببة لها الإصابة في الرئتين. فهذا بشكل عام هو بيورينا كيف بدأ الموضوع، وعلى طول بدأت الاستخدامات. لو تشوفوا هنا بدأ اكتشاف المضادات الحيوية، بدأوا يأسسوا المعاهد، بعدين بدأوا يعملوا أشياء تجارية ويطلعوا البكتيروفاج ويشوفوا نجاحه على القضاء على البكتيريا الممرضة. بعدين لما جات المضادات الحيوية بدأوا يسووا مقارنة بين العلاجين، بس بعدين بدأت الدراسات أكثر. هذا معناته أن العلم تطور، التكنولوجيا تطورت، الناس بدأت تلاحظ الأعراض أكثر وتشوف الأعراض الجانبية، تشوف الأشياء المفيدة، وبدأ اكتشاف فيجس أكثر لاستخدامها في موضوع العلاج. وبدأوا يعرفوا عن أيضا أنواع الأخرى، دورة الحياة الأخرى حقت الفيج اللي هي لما بيكون بيندمج مع كروموزوم الخلية البكتيرية وبينشر العوامل الضراوة والجينات المقاومة للمضادات الحيوية وغيرها. دكتور محمد حاب تضيف للسلايد هنا؟ بالضبط. أيوه
ما شاء الله سلايد مره ممتاز هذا بصراحه، يعني لو تقدر تاخذ له مثلا سكرين شوت لانه مره ممتاز ومهم جدا جدا جدا، ما تلاقيه بسهوله في التفصيل هذا بصراحه. هي على فكره على تويتر، في حساب تويتر بكتيروفاج موجوده سلايد هذه، بس حاملها لتويت عشان تلاقوها كمان. الله يعطيك العافيه، ممتازه جدا. اللي بضيفه انه خلال احنا لما نتكلم عن بكتيروفاج ما نقول احنا ضد المضادات الحيويه، بالعكس انا بالنسبه لي انا المضاد الحيوي رأي شخصي يعني انه اعظم انجاز او اكتشاف في تاريخ البشريه، يمكن بعد المكيف الصيف عشانك بالسعوديه بس ايوه بالضبط جدا مهم بصراحه المضاد الحيوي. لكن الاشكاليه اللي حصلت في الفترات الاخيره قلت او خليني اقول زادت مقاومه المضاد الحيوي، طيب وقلت قل مستوى انتاج مضادات حيويه جديده، فصرنا في مأزق، بدأنا نشوف بكتيريا بتسوي أكثر من بكتيريا أصلا بتسوي قولهم ريزيستنس أو مقاومة لمضادات حيوية. إيش يعني مقاومة لمضادات حيوية؟ يعني إنه بكل بساطة في عندي التهاب بكتيري، أنا أعطي له مضاد حيوي بيشتغل معه، أجي بعد فترة أدي نفس الالتهاب البكتيري أعطي المضاد الحيوي ما بيشتغل معه، المريض ما بيتحسن. طيب إيش أسوي؟ أصنع مضاد حيوي أقوى يشتغل معه، المريض يتحسن شوية بعد الفترة، مو نفس المريض، أنا أتكلم على سنوات خلينا نقول. طيب بعد كده المضاد الحيوي هذا الثاني ما يشتغل، أحتاج أصنع مضاد حيوي جديد برضو ما حيشتغل بعدين، فبنوصل لمرحلة إنه جميع أنواع المضادات الحيوية ما حتشتغل على بعض البكتيريا، وهذه في تخوف كبير، يعني ما بخوف الناس بس هذا في تخوف كبير فعلا إنه قد تحصل هذه الأمور، لو حصلت حتكون كارثة بشرية بصراحة، لأنه أي بكتيريا بعد كده هتصيب أي إنسان حتكون خطيرة، يعني إحنا معرضين للبكتيريا في كل في أي حال من الأحوال يعني، لكن جسمنا أول شيء بيسوي مناعة ضدها، المضادات الحيوية بالطريقة السليمة بتأثر عليها، لكن بعد فترة حتى المضاد الحيوي ما حيشتغل عليها، دي الحالة بتصير حالة كارثية يعني. حاب أضيف على نقطة المضادات الحيوية كمان، خلوا في بالكم إنه لما تيجوا في الساينس وتيجوا في مجال الأبحاث تقولوا مثلا أنا هخترع حجيب المستخلص النباتي الفلاني اللي حيساعد في القضاء على البكتيريا، ولا حجيب المادة الكيماوية المعينة حتساعدني على القضاء على البكتيريا، ولا حجيب المضاد الحيوي حيساعدني على القضاء على البكتيريا، وهذه أشياء مرة جميلة ورهيبة و still we need it، لازم إحنا ننتج هذه الأشياء دائما، بس دائما لما تدخلوا مجال الأبحاث لا تفكروا بعقلية بحثية بحتة، دائما فكروا بعقلية صناعية وتجارية، لأنه بالأخير حتى لو كان عندنا استخدمنا جين أنتجنا منتج معين أو مثلا كحول معقم، الترابكتيريا صار مقاوم للمعقمات كمان أيضا، فلو استخدمنا معقم معين ولقيناه مرة رهيب وبيقضي على البكتيريا، لازم نفكر إحنا مين هالشركة اللي حتصنعه، قديش حيكون لها أرباح، لازم نوريها إنه البكتيريا ما راح تقاوم هذا المعقمات مثلا 5 سنوات قدام أو 10 سنوات قدام، لأنه هذا السبب الرئيسي اللي خلى شركات الأدوية تعزف عن إنتاج المضادات الحيوية، لأنه هم لما بيصنعوها في عائد لهم، بس لما البكتيريا بتصير مقاومة هم ما بيكون لهم أي عائد، لأنه it's not useful anymore، فخلاص يعني ما يقدروا يستخدموه، فعشان كده هذا واحدة من أسباب عزوف شركات الأدوية عن إنتاج المضادات الحيوية، أو إنها تنتج مضاد حيوي مرة رهيب وقوي بس لا يستخدم في المستشفيات باستمرار، يتركوه في الرف للحالات اللي مرة حرجة جدا، فكذا الشركات تكون منها مستفيدة لأنه ما هي قاعدة تنتج أكثر يعني، فدائما إحنا ما بنفكر فقط بعقلية الباحث، أيضا ندخل الصناعة والتجارة في أفكارنا والأبحاث اللي إحنا بنسويها، هذا اللي حبيت أضيفه بس. ممتاز صحيح. أوكي نكمل بشكل سريع. طيب أوكي تكلمنا عن البكتيروفيج وكيف نستخدمه، استخدامات البكتيروفيج والتطبيقات، في هنا مثال عندنا في النبات وفي التربة، الجزئية هذه من السلايد هي لما يكون في عندنا بكتيريا ممرضة على الأوراق النبات وفي الجذور، فالبكتيروفيج هنا البكتيريا الممرضة، النبات في التربة هنا قبل العلاج عملوا سكرينينج للبكتيريا الموجودة هنا وعملوا ايسوليشن للبكتيريا الموجودة، وإحنا زي ما قلنا لما تكون البكتيريا موجودة غالباً الفيج يكون موجود أيضاً في نفس هذه البيئة، فهم عملوا سكرينينج وطلعوا الفيجز الموجودة اللي تعرفوا على البكتيريا الممرضة في هذه البيئة، وطلعوا الفيجات اللي ممكن تكون موجودة أيضاً في هذا المكان، بعدين لما عملوا استخلاص للفيج وعملوا عزل وطلعوا الفيج وكل شيء، بعدين اللي عملوه هنا إنه أضافوا العلاج البذور نفسها
قبل لا يدخلوا قبل لا يزرعوا البذور تم نقعها في محلول البكتيروفاج، في فيج معين نقعوا فيه البذور بعدين زرعوها. الشيء اللي لاحظوه أيضا ولما أضافوه للتربة إنه البكتيروفاج كانت قادرة على استعادة صحة الجذور، وإنها قدرت إنه تقضي على البكتيريا الممرضة اللي على الجذور وعلى النبات. وطبعا هنا بيقول لنا إنه كيف تمت العملية زي ما شرحنا لكم في المحاضرات السابقة، إنه هي بدأ بالالتصاق بعدين الاختراق لما الفيج بيطلع الدي ان اي بيخترق الدي ان اي بيخترق الجدار الخلية البكتيرية وبيدخل الدي ان اي، بعدين هذا الفيج مو اللي عنده الدورة الاندماجية، هذا اللي عنده الدورة التحللية، المفروض انه يدخل على طول يستغل العمليات الحيوية للبكتيريا والبروتينات الخاصة به ايضا، وبيحلل الخلية البكتيرية وبيخليها تموت وبيطلع مور فيجز. فهم بهذه الطريقة رجعوا صحة النبات والجذور لما أضاف الفيج كعلاج كتريتمنت. بس بشكل سريع كمان هنا كمان هم استخدموا الفيجس والفيج ليتك بروتين في جزئيات معينة، جزئيات البروتينات المحللة الموجودة في الفيج، زي ما قال دكتور محمد مثال المفضل من المحاضرتين السابقة، إنه لما أنت بتدخل في حرب ما تدخل بشكل تام، أحيانا بس بترمي الأسهم من برا عشان ما يتم قتل هذا الشخص. فأحيانا هذه نفس الطريقة اللي بيستخدموا فيها البروتينات المحللة الخاصة بالفيش، ما يستخدموا الفيش ككل، فهم استخدموها في البرودكشن للمحاصيل النباتية، للفاسيلتيز المنشآت اللي بيربوا فيها الحيوانات، للناس اللي بيهتموا بالحيوانات كمان في النظافة الهايجين والكونتاكت تبعهم، للحيوانات نفسهم بيستخدموها للتريتمنت لأنهم هم بيستخدموا المضادات الحيوية، كمان بيعملوا بيزيلوا التلوث أو بيحاولوا يسووا كنترول على التلوث على مثلا على الحليب قبل يبدأوا البروسيسنج، على الاندستري للأسطح اللي بتكون موجودة في المصانع، وهذه المنشآت اللي بيتم لمس الأطعمة فيها والمنتجات الغذائية. بعدين الدايرو برودكت بيسووا لها عملية حفظ غذائي، حفظ بيولوجي، بيستخدموا فيها الفيج عشان تكون مدة حياة هذه المواد الغذائية في على الأرفف في البقالات أو السوبر ماركت تكون أطول شوي، فبيستخدموا الفيج في هذا الجانب أيضا. آخر سلايد أنا هتكلم فيها إنه بس بشكل موجز الفيجس استخدمت يستخدموها كعلاج، علاج بالفيج اللي reduction of colonization اللي خصوصا للبكتيريا أو الأمراض البكتيرية ممكن تصيب الحيوانات، بيستخدموها للتطهير البيولوجي اللي بيسووا تنظيف، زي ما قلت لكم البكتيريا ممكن تكون مقاومة للمعقمات أو الكحول، فهم بيستخدموا أيضا الفيجس في هذه الحالة. أيضا بيستخدموا المكافحة الحيوية البايو كنترول، هذه واحدة من أشهر التطبيقات للبكتيروفيج في أوروبا، يعني الديبارتمنت اللي أنا موجودة فيه، الكلية اللي أنا موجودة فيه، مشرفتي المساعدة على رسالتي هي أصلا قائدة فريق بحثي كامل مختص بالبايو كنترول، اللي بيستخدموا الفيج برشوه على الأطعمة الغذائية وعلى الفواكه وعلى الخضار واللحوم أيضا عشان يأخروا التلوث، إذا يأخروا فسادها إذا تلوثت بالبكتيريا. وآخر شيء اللي هو الحفظ البيولوجي اللي بيحفظوا الأطعمة تكون بشكل دائم وبشكل أطول. تفاجأنا في يوم كنا في مؤتمر، وتفاجأنا اللي طلع يتكلم في المؤتمر قال، أو معلش راح جوا، اللي طلع يتكلم على المؤتمر كل الناس بتقول اللي بيستخدم بكتيريوفاج عشان نستخدمه نقتل البكتيريا يبقى شيء، فطلع قال أنا بتخلص من البكتيريوفاج. إنه ليش، إيش عندك؟ قال البكتيريوفاج مسوي مشكلة عندي. ليش؟ هم اشتغلوا مع مصانع للخمرة والأشياء، طيب فيحتاجوا بكتيريا. طيب وفي مصانع تانية برضو اشتغلوا معاهم للبن والمنتجات الألبان، أيوة. يعني اللي احتاجوا صحيح. فيها بكتيريا ليش معينة عشان تزيد الإنتاج الموجود عندهم، زي ما بتستخدم الخميرة بشكل عام أو شيء أو البكتيريا والأشياء التانية. طيب صحيح. فقال كيف تخلص من بكتيريوفاج؟ نحتاج نتخلص من بكتيريوفاج إحنا. طيب فالواحد ينتبه في المصنع أو في أي تطبيق من تطبيقات البكتيريوفاج إنه ينتبه ما يصير في كروس كونتامينيشن اللي هو التلوث التداخلي، مثلا بين شغل تحتاج انت فيه بكتيريا وبين شغل تحتاج فيه بكتيريوفاج. طيب صار تلوث عندنا، افتكر في المعمل في احد الحاضنات صارت تلوثت بالبكتيريوفاج. طيب بس ليش تلوث؟ انا اقول بكتيريوفاج بهذه الحاله لانه في الحاضنه هذه انا بزيد عدد البكتيريا، بنمي بكتيريا فيها، فلو كان موجود بكتيريوفاج داخلها فبالذات البكتيريوفاج اللي هي مصابة أو تصيب هذا النوع من البكتيريا
لو كانت موجودة البكتيريا ما حتنمو فيها، حتموت بالعكس، أنا أبغاها تنمو عشان أستخدمها لتجارب أخرى، فهي بتموت. فاكتشفنا بالأخير أنه السبب أنه مستخدم بكتيريوفاج معين في هذه الحاضنة، فصلنا نفصل شغل البكتيريوفاج عن شغل البكتيريا. فاللي بيشتغل في البكتيريوفاج غريبا أو شيء، انتبه بس لهذه النقطة. تعقيبا على كلامك دكتور محمد، كمان في ورقة في ورقة علمية طلعت لأنه اكتشفوا وجود البكتيريوفاج اللي لو اللي بيعمل الدورة الاندماجية للفيج تبع الدي ان اي تبع الفيج بيدخل في الكروموزوم حق البكتيريا، لقوها في المصانع حقت الدايري حقت الجو الأجبان والحليب وزي كذا، فكانت هذه بالنسبة لهم مصيبة كبيرة لأنهم هم يحتاجوا البكتيريا تكون موجودة عشان الصناعة. فلما لما اكتشفوا وجود البكتيروفاج كانت هذا الموضوع كان مشكلة لهم. فإن شاء الله حنزل الورقة بالضبط. هذه كمان في تويتر تحت إعلان هذا اللقاء عشان تطلعوا عليها زي ما قال دكتور محمد، وهذه نقطة مرة مهمة. شكرا لك، إنه دائما البكتيروفاج مش الحل الأمثل، أحيانا نحتاج نتجنبه. ممتاز. طيب بالنسبة للسلايد الثاني حيتكلم عن تطبيقات أخرى باستخدام البكتيريوفاج. إحنا نتكلم يمكن الأغلب الآن اللي حضر معنا الأولى والثانية أو مقري عن البكتيريوفاج يعرف إن البكتيريوفاج بيستخدم لقتل البكتيريا، فلذلك نقدر نستخدمه بديل للمضاد الحيوي. طيب فهذا هو الاستخدام عشان نقضي على البكتيريا بالضبط. فهذا الاستخدام المعروف أو المشهور باستخدام البكتيريوفاج. لكن في استخدامات أخرى خصوصاً في الفترة الحالية، أجسام مضادة، تطعيمات، أدوية. فممكن نذكر أمثلة لبعض استخدامات البكتيريوفاج. من استخدامات البكتيريوفاج إنتاج الأجسام المضادة. إيش هي الأجسام المضادة؟ يمكن البعض سمعها، اللي هي الأنتيبوديز اللي بتطلع من الخلايا المناعية في الجسم وبتكون يعني متخصصة للقضاء، خلينا نقول، أو للقضاء على البكتيريا والفيروسات الدخيلة. طيب فنحتاج احنا في سمعنا كثير من اول ما بدات كورونا وكذا، سمعنا انه العلاج بالاجسام المضاده، هل نعطي اجسام مضاده؟ فنقدر نطلع اجسام مضاده باستخدام البكتيريوفاج، طبعا بطريقه اخرى، بيحتاج تكنيك مختلف تماما على بي سي باستخدام البكتيريوفاج بديل للمضاد الحيوي. طريقه اخرى مشابهه للطريقه الاولى للاجسام المضاده، انتاج الاجسام المضاده، صناعه التطعيمات. البكتيريوفاج ممكن يكون يستخدم بطريقه من الطرق اللي اسمها فيج ديسبلاي، او احد طرق الفيج ديسبلاي، اللي هي بنحط البروتين المطلوب انه يبغى الجسم يطلع اجسام مضاده ضده، بنحطه على الهيد او الكبسوله تبع البكتيريوفاج، نحطها عليها جنزاعة، نحطها مو بشيء كذا شيء اللي نحطه، وكله هذا يحتاج هندسة وراثية كلها، نلعب في الجينات تبع البكتيريوفاج وبنضيف مواد معينة بحيث هذه تعمل حث أو استيميوليشن للجهاز المناعي بالضبط، تفرز أجسام مضادة، وهذا نفس في فكرة التطعيم. ما في بكتيريوفاج استخدم بالتطعيم رسمياً أو اعتمد إلى الآن، لكن أتوقع بالفترة القادمة حيكون له تأثير كبير في الفترة الحالية. بطريقة خلينا نقول مشابهة كمان، نقدر نوصل الأدوية إلى بعض الخلايا بطريقة مشابهة جدا، هندسة وراثية للبكتيريوفاج، نحط فيها البروتينات المسؤولة، هي يقولوا لها بيبتايدز. طيب البيبتايد هذه قطع صغيرة جدا من البروتين، بروتينات صغيرة جدا توصل، هي اللي بتكون لها تأثير لمثلا تقفل المستقبل حق الخلية، أو تعمل إشارة للخلية، توصل أدوية بشكل عام، توصل رسائل. فنقدر نستخدم البكتيريوفاج لهذه العملية، وقد استخدمت في علاج أحد البرين تيومر اللي هي سرطانات الرأس أو الدماغ، قد استخدمت. ممكن نجيب الورقة العلمية، ممكن نحطها تحت، نزيلها برضو في تويتر، برضو استخدمت في بالبكتيريوفاج برضو. حاجة ثالثة، الكشف عن تواجد البكتيريا. يعني مثلا احنا بالمختبر مثلا بيجينا عينات بنشوف ايش البكتيريا المملة، يعني بطرق مختلفة متنوعة. طيب في طرق كيميائية، في طرق جينية، بنشوف بنسوي PCR معروف، وبنشوف
ايش البكتيريا الموجوده او شيء زي كده. فاحد الطرق بصراحه فعلا كان جنبي اللي اشتغل في نفس المعمل كان اللي اشتغل على هذا الشيء واخذ عليها اختراع اللي هي بكتيريا بوريليا المسببه لداء اللايم. داء اللايم ما هو منتشر عندنا كثير في السعوديه لكن منتشر اوروبا كثير كثير جدا فعلا. هي بكتيريا اسمها بوريليا بوردوغرافي. طيب فهذه البكتيريا تكون موجوده داخل امعاء حاجه من القوارض، مو قوارض، حاجه كده دوده صغيره تقرص. طيب شكلها اكبر، معلش، اكبر من النمله بشوي. طيب بتكون موجوده غالبا في ظهر الغزلان لما يروحوا يتمشوا ويلعبوا مع الغزلان ويروحوا تمشيات وكده، او الاماكن بشكل عام اللي موجوده فيها غزلان. فلما يمشوا يتمشوا هناك خاصه مع الاطفال وكده، فبتجيهم هذه الدوده بتقرصهم. فلما تقرصهم البكتيريا هذه بتدخل للانسان بتسوي له مشكله لايم ديزيز. والمرض متعب جدا جدا في علاجه وياخذ وقت طويل جدا عشان يتم العلاج. ففي مرحله الكشف العاديه يعني الانسان الشخص يكون مصاب، بس احيانا ياخذ وقت طويل عشان تطلع الاعراض، ياخذ وقت طويل عشان ينكشف عنه في المختبر. فعن طريق البكتيريوفاج، طيب بطريقه باستخدام البكتيريوفاج جابوا طريقه كيف نقدر نعمل ديتكشن او تحديد انه في هذا الشخص مصاب بطريقه اسرع وبطريقه اسهل. الطريقه بشكل عام انه لقوا في بكتيريوفاج من النوع اللي هو اللايزوجينيك. ايش قلنا اللايزوجينيك اسمه؟ اللي هو اللويسين. اللايزوجينيك اللي بعد بالدوره الاندماجيه، هي الدورة الاندماجية بالضبط. اللايزوجينيك فاجز إيه. وبيشوفوا القطعة من اللايزوجينيك فاجز هذه من الدي ان اي الموجود تبع الفاجز الموجود مع البكتيريا، وبيسووا لها لو في قطعة من القطع أو منطقة من الدي ان اي بتكون conserved يعني موجودة في أغلب خلينا نقول السلالات البكتيرية اللي تسبب هذا المرض. فسووا عليها برايمرز عشان برايمرز زي بادئات لتحليل البي سي ار المعروف بنعرف الحين، فبيسوي بي سي ار لتحليلها. فاخذوا عليها براءة اختراع وبداوا في انتاجها حاليا تجاريا بصراحه في هذا الشيء، واعتماد والان شغالين في اعتمادها في المستشفيات كدايجنوستكس تول او اداه تحليليه في المستشفيات الرسميه في بريطانيا برضو. فحاجه برضو استخدام البكتيريوفاج هي بالضبط لها علاقه. نقطه ممكن قبل الاخيره لها علاقه بالتقليل من احتمالية، هاي النقطة الأخيرة، إن البكتيريوفاج لها علاقة بالتقليل من احتمالية إصابة السرطانات. كيف ممكن يكون؟ ذكرت نقطة من النقاط اللي هي ممكن نوصل أدوية للخلايا السرطانية فيكون توصيلها بالبكتيريوفاج. الطريقة الثانية هي طريقة غير مباشرة، إنه في بعض الأنواع من السرطانات أجزاكم الله بيكون سببها الأساسي بكتيري. كيف؟ بكتيريا معروفة جدا، مرض معروف جدا اللي هو جرثومة المعدة اللي هي هيليكوباكتر بايلوري. في ناس كثير بيجيهم آلام في رأس المعدة، خلينا نقول في رأس المعدة من فوق كده، وبنسوي لهم تحليل في المختبر أو الدكتور بيرسلهم المختبر بنسوي لهم التحليل بنلاقي إنه الإتش بايلوري أو جرثومة المعدة إيجابية. جرثومة المعدة كمرض لفترة بسيطة يعالج بشكل بسيط، ما هو بسيط جدا خلينا نقول يضايق، بس انه تاخذ له كورس مضاد حيوي وان شاء الله الامور بتزبط معك. طيب لكن الاهمال مثلا في هذا الشيء او انه الانفكشن يروح ويرجع يروح ويرجع، في حالات نادره بيتحول المرض الى اجاكم الله سرطان في المعده. هو مو تخويف بس برضه لازم نهتم بالموضوع هذا، سرطان في المعده. فلو احنا من البدايه استخدمنا البكتيريوفاج لعلاج هذه البكتيريا فكيف منعنا احتمالية الإصابة أو قللنا احتمالية الإصابة بالسرطان. وفي أنواع كارسينوجينيك اسمها هذه الفئة البكتيريا اللي تصيب أو البكتيريا اللي تحول المرض البكتيري إلى سرطان في المنطقة اسمها كارسينوجينيك. ممكن نكتب اسمها في تويتر برضو كارسينوجينيك بكتيريا، فممكن الواحد يقرأ عنها لأنه فعلا هي تحول المرض من التهاب بكتيري لكن تكراره وعدم علاجه والإهمال فيه قد يسبب سرطان جزاكم الله. فحاجة ممكن أخيرة في عندنا حاجة أخيرة سيئة جدا اللي هي كيف نستخدم بكتيريوفاج اندماجي. طيب
طيب البكتيريوفاج الاندماجي كيف نستخدمه في حالة علاجية؟ كيف نستخدمه في هذا برضو جروب كان عندنا معهم بصراحة مرة عجبني كان شغلهم. لقوا إنه اللي بتخلي البكتيريوفاج اندماجي طيب لقوا مجموعة جينات موجودة. فقالوا أوكي إحنا نشيل المجموعة من الجينات هذه والبكتيريوفاج يصير قاتل للبكتيريا. فاشتغلوا عليها وبصراحة كانت في ونجحوا تقريبا بيعدوا الورقة العلمية حاليا وقعت نشأ قريب جدا ونجحوا لأنه كانت أول بكتيريوفاج لهذه البكتيريا البكتيريا كلستريديوم ديفيسيل برضو من البكتيريات الموجودة في الجهاز الهضمي في الأمعاء وتسبب مشاكل كبيرة جدا بصراحة وعلاجها متعب وأنواع علاجها غريبة عجيبة يعني فقد يضطروا ل بتر احيانا مو قطع جزء من الامعاء وقد يضطروا لطريقه علاج جدا انا من اغرب الاشياء اللي سمعتها في الطب بصراحه ما اعرف كيف اللي هي كيف اقولها بس هي جايكم الله نقل الفيسر الفضلات من شخص الى شخص اخر معليش لها اسم لا لا اوكي لها اسم عليك اصلا فيكال ترانسبلانتيشن يعتبر زرعة كأنه زرعة أو شيء كذا. فهذه هي بالضبط فهذه أحد أنواع العلاج لهذه البكتيريا إذا اضطروا في الأخير لأنه متعبة جدا قد تسبب يعني تفاقمها يسبب وفاة في الأخير لقدر ياخذوها من شخص صحي إلى شخص مصاب بالضبط. عشان يغيروا المجتمع الميكروبي والطبيعة الميكروبية عند الشخص المصاب أملا بأنه بيقلل من كمية البكتيريا المنبضة. بالضبط هي فكرة عجيبة وقد الواحد يعني ما يستسيغها لكن فعلا فكرة هذه معمول بها فعلا يعني في بعض المراكز الكبيرة بس